السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، ولازلنا في مباحث التقليد، وبلغنا قول المصنف رحمه الله: ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، في صفحة 444. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. بموجب بفتح الجيم أي مقتضى، يجب على المفتي أن يعمل بمقتضى اعتقاده أي بما أداه إليه اجتهاده، بما أداه إليه اجتهاده، الحكم الذي توصل إليه باجتهاده. وإنما عبر بالاعتقاد هنا وغيره من الأصوليين، لأن في كل عمل اعتقادا، ما من عمل يعمله المكلف إلا وله فيه عقيدة. فأنت حين تصلي صلاة الظهر تصلي وأنت تعتقد وجوبها، وحين تصوم الاثنين والخميس فأنت تعتقد استحباب ذلك. تتخذ خادما أو سائقا فأنت تفعل هذا وأنت تعتقد حله، وهكذا في بقية الأحكام. قال: أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. أي سواء كان هذا الحكم له ولأبويه وأهله وأقربائه ومن يحب، أو كان لغيره من خصم أو عدو أو غير ذلك من أحد الناس ممن لا يعرفهم، الواجب عليه أن يعمل بمقتضى اعتقاده بما أوصله إليه اجتهاده، فلا يحابي نفسه ولا غيره ولا يظلم غيره. وكذلك فيما يعمله لخاصة نفسه سواء كان له أو عليه، فلو أوصله اجتهاده إلى الإباحة، إباحة شيء تشتهيه نفسه، فهذا له، ولو أوصله اجتهاده إلى تحريم ذلك الشيء فإنه يمتنع منه، فهذا عليه. إذن الأول له والثاني عليه. إذا أوصله اجتهاده إلى عدم وجوب ذلك الفعل، فعل ما، هذا له فيعمل بمقتضى ويترك، له أن يترك. وإذا أوصله اجتهاده إلى لزوم ذلك الشيء، وجوب ذلك الفعل، فهذا عليه يلتزمه. وسواء كان حقا لله أو حقا للآدمي، فقد يبلغ به اجتهاده إلى أن له
مالا على زيد أو حقا أو عوضا أو ضمانا فهذا له. وقد يكون العكس أنه يجب عليه لزيد حق أو مال أو ضمان أو أرش أو غير ذلك، فهذا عليه. فمثلا إذا أوصله اجتهاده إلى أن المبيت بمنى للحاج أنه سنة، فهذا له أن يترك له. لكن لو أوصله اجتهاده إلى الوجوب لزمه، فهذا عليه. ولو كان اجتهاده أوصله إلى جواز بيع اللحم بالحيوان وهو يريد هذا النوع من البيوع، فهذا له. لكن لو أوصله اجتهاده إلى تحريم بيع اللحم بالحيوان فهذا عليه، فيجب أن يعمل بمقتضاه. لو أوصله اجتهاده إلى أن السعي في الحج أنه واجب، له أن يتركه ويذبح شاه، فهذا له إن كان لا يريد ذلك. وإن أوصله اجتهاده إلى ركنية السعي في الحج فلا يصح الحج بدونه، فلو تركه بطل حجه، فهذا عليه. إن أعار شخصا شيئا وكان قد أوصله، أي المعير هذا المجتهد الذي هو معير في هذه الصورة، أوصله اجتهاده إلى أن يد المستعير يد ضمان، وقد تلفت تلك العارية، فهذا له، يعني له أن يطالب المستعير بالضمان. لكن لو كان اجتهاده قد بلغ به إلى حكم وهو أن يد المستعير يد أمانة فلا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط، فهذا عليه، ليس له أن يطالب المستعير بالضمان. إن كان له جار في الدار، داره بجوار داره أو أرضه بجوار أرضه، وأراد أن يبيع، وهذا الشخص أوصله اجتهاده إلى أن الشفعة تثبت بالجوار كما يقوله الحنفية مثلا، فإن له أن يطالب بحق الشفعة. وإن أوصله اجتهاده إلى أن الشفعة لا تثبت بالجوار إنما بالشراكة، أن يكون شريكه، فإنه ليس له أن يطالب بالشفعة. وهكذا. والحقيقة أن هذا الموضوع، أن هذه المسألة تحتاج من المفتي إلى أمانة وتقوى وورع، فقد يكون له مثلا، قد يكون له أمة ثم استولدها فصارت أم ولد، وهو يعتقد حرمة بيع أمهات الأولاد مآلها إلى الحرية بموته، وتكون هذه الأمة لا تساوي 1000 درهم، ثم يأتيه شخص ويقول أنا أشتريها منك 100,000 دينار، وهنا يأتيه الشيطان يدله على طريق محرم، وهو أن من العلماء من جوز بيع أم الولد، فهي المسألة على الحقيقة فيها خلاف قديم وليست إجماعية، يعني يوجد قلة من العلماء جوزوا بيع أمهات الأولاد من المتقدمين ومن المتأخرين، لكنهم قلة. واجتهاده أوصله إلى ضعف هذا القول، وأن أم الولد لا تباع، فهنا يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده ولا يبيعها ولا يستمع لداعي الشيطان. فالمسألة كما قلت تحتاج إلى أمانة وتقوى وورع. قال:
ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه بالإجماع. قوله بالإجماع هو دليل المسألة، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، فإن الحكم في هذه المسألة مجمع عليه، حكاه غير واحد من الأصوليين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، وغيرهما من العلماء حكى الإجماع. فإن أبا الوليد رحمه الله قال: ذكر بعض أصحابنا، قال بعض أصحابنا يعني بعض المالكية: إذا كان الحكم لصديقي تخيرت الرواية التي توافقه، أي التي تساعده وتنفعه، يعني فلا يفتيه بموجب اعتقاده وإنما برواية توافقه يتخير. فقال أبو الوليد بعد هذا: وهذا الحكم لا يقوله أحد ممن يعتد بهم في الإجماع، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال: وللمفتي، هذا شروع في مسألة جديدة، وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا كالحكم. المفتي إذا استفتي، العالم المجتهد المفتي إذا استفتاه عامي، وكان في البلد غيره من المفتين ممن هم أهل لها شرعا، فهل له أن يرد الفتيا؟ يعني لا يجيب السائل، هل له أن يمتنع عن إجابة السائل؟ وقوله هنا شرعا هو متعلق بقوله أهل، يعني ويجوز للمفتي أن يرد الفتيا، يعني يمتنع عن جواب السائل، وفي البلد أهل، أي ويوجد في بلده أهل لها غيره، أهل لها شرعا. وإنما قال شرعا لأن هذا يرجع إلى معرفة المفتي، إن عرف المفتي أن غيره ممن تصدر للفتوى أنه فعلا يجوز له الفتوى، أي أنه مؤهل شرعا للفتوى، لأن الفتوى حكم شرعي، فلا بد من تأهل المفتي للفتوى شرعا أن تتحقق فيه الشروط. إن علم بذلك فله رد الفتوى. فأما إن عرف أن غيره، يعني أن زيدا مثلا، يوجد مفت آخر في البلد اسمه زيد مثلا، ويعرف هذا المفتي العالم الفقيه، يعرف أن زيدا هذا يتصدر للفتوى وهو ليس أهلا لها شرعا، يعرف هذا، يتجاسر على الفتوى وهو ليس أهلا لها، فحينئذ ليس له رد الفتيا، وإن نصبه الناس مفتيا أو نصبه سلطان ظالم أو غير ذلك من الأسباب. تذكرون مر معنا في درس سابق الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا ممكن بل واقع، حينئذ لا بد أن يعرف إذا رد الفتوى أن غيره مؤهل للفتيا شرعا، فحينئذ له أن يرد الفتوى، لأن الفتيا في الحالة هذه وهي وجود أكثر من مفتي في البلد، الفتيا حينئذ فرض كفاية، إذا قام بها بعض من المفتين تحصل بهم الكفاية سقطت المؤاخذة عن البقية.
ولقول البراء ابن عازب رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. 300 ومن أهل بدر، هذا قول البراء رضي الله عنه وهو صحابي، إذن دل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتية. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله وهو من التابعين، يقول أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، فدل على أنه يجوز للمفتي رد الفتية إذا كان هناك غيره من المفتين المؤهلين. قال: كالحكم هذا يصلح دليلا ويصلح أن يكون لمجرد التمثيل والتنظير، يعني نظير مسألتنا هذه لها نظير لها نفس الحكم، وهي الحكم أي القضاء، فإن القضاء مثل الفتية، للرجل أن يمتنع عن تولي القضاء مع أنه مؤهل شرعا، يجوز له التمنع من القضاء إذا علم أن غيره مؤهل للقضاء موجود في البلد، فحينئذ له أن يمتنع عن القضاء. فمسألة الحكم أي القضاء مثل مسألة الفتية. قال: وإلا، أي وإن لم يكن في البلد غيره ممن يصلح لزمه الجواب للحاجة إليه. يعني إذا لم يكن في البلد مفت غيره ممن يصلح شرعا، فإنه يتعين على هذا المفتي أن يجيب السائل، وينقلب الحكم من فرض كفاية إلى فرض عين. قال: للحاجة إليه، هذا لا، هذه لام التعليل، وهذا هو الدليل، يعني أن هذا السائل وغيره من العوام محتاجون إلى الفتوى، ولا يوجد غيره يفتي فيتعين عليه إذن. ويلحق بهذه الصورة صورة أخرى، وهي ما إذا اضطر السائل، إذا كان السائل مضطرا إلى سؤال هذا المفتي دون غيره. لما؟ لأنه هو الذي حضره وضاق عليه الوقت، أو خاف فوات رفقته وسفره، فحينئذ يتعين عليه، لأن بقية المفتين صاروا في حكم المعدوم، لتعذر سؤالهم حينئذ في هذه الصورة، فيلزمه الفتوى في هذه الحالة أيضا. على أن جواب ما ذكره في الصورة الأولى بقوله: وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره، الفتوى في هذه الحالة سنة، لأنها قربة، حتى لو وجد غيره كثير من المفتين المؤهلين، فالفتيا وإن لم تلزمه لكنها في حقه سنة، لأنها قربة وطاعة يؤجر عليها الإنسان.
وقوله وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره، هذا الحكم ذهب إليه أكثر العلماء، جماهير العلماء. وخالف في هذا بعض الشافعية، فذهبوا إلى أن المفتي إذا سئل لزمه الجواب حتى لو وجد غيره ممن هو أهل للفتيا، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا امتناعه عن الجواب كتمان للعلم فلا يحل له، إذن يجب عليه أن يجيب. وما ذهب إليه الأكثرون هو الصواب. استدلالا بما ذكرناه من قول من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عددا كبيرا منهم 300 من أهل بدر فقط فضلا عن غيرهم، و120 من الأنصار فضلا عن غيرهم يتدافعون الفتية، ولم ينكر عليهم أحد، فدل على أن هذه المسألة مجمع عليها. وأما الحديث الشريف الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني فيحمل على ما لو احتاج السائل للسؤال، كأن يكون متعلما فيسأله للتعلم فلا يجوز له كتمان العلم، أو يسأله ولا يوجد غيره أهل للفتوى فيتعين عليه أن يفتي ولا يكتم العلم. قال: ولا يلزمه جواب ما لم يقع، هذا شروع في مسألة جديدة. يقول: ولا يلزمه، أي المفتي، جواب ما لم يقع، يعني عادة، هذه الصورة الأولى. سوف يذكر المصنف رحمه الله ثلاثا من الصور التي يحل فيها للمفتي أن يترك الجواب، سواء وجد غيره من المفتين ممن هو أهل أو لم يوجد، يعني في كل الأحوال له أن يمتنع عن الجواب، يجوز له ترك الجواب. فالصورة الأولى هي أن يسأل عن شيء لم يقع أو لا يقع عادة، لأن الله تعالى يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالسؤال عن شيء ما وقع هذا اشتغال بما لا يعنيه، لما يسأل عنه وهو لم يقع أو لا يقع في العادة. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان عمر ينهى عن السؤال عما لم يكن، أو كما ورد، أخرجه أحمد وغيره رحمهم الله. قال: يعني عادة. ويفهم من هذا أنه لو كان الشيء المسؤول عنه يقع في العادة أو كان متوقعا وقوعه فإن له أن يجيب حينئذ، كأن يكون هذا العامي السائل يتوقع السفر إلى بلد صاموا قبلهم، قبل أهل هذا البلد أو بعدهم، ومن ثم فإذا أتاهم قد يصوم معهم اليوم أولئك، ويكون في حقه 31،
وقد يكون العكس بأن يفطروا بعد 29 ويوافق بالنسبة لبلده 28 فيكون قد صام رمضان 28، فالمسألة مشكلة، هي لم تقع في حقه لأنه ما سافر، لا زال في بلده، فهي لم تقع، لكنه أمر متوقع يغلب على الظن وقوعه أنه يسافر إلى تلك البلاد فيبتلى بهذه المسألة، فحينئذ يسأل ماذا أفعل؟ هل أصوم معهم؟ هل أفطر معهم إن أفطروا؟ ولعله يستدل على جواز الإجابة فيما لم يقع إذا كان متوقعا. عادة لعله يستدل على هذا بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. ثم إنه جاءه بعد ذلك فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فنزلت آيات اللعان، أو كما ورد. فهو في الصورة الأولى سأل عن شيء لم يقع لكنه كان متوقع لأنه رأى من امرأته بوادر الفاحشة والعياذ بالله تعالى. قال: ولا الجواب. هذا شروع في الصورة الثانية التي يحل للمفتي ترك الجواب فيها. قال: ولا الجواب إن كان مما لا يحتمله السائل. مما لا يحتمله السائل يعني لا يحتمله عقله، ذهنه لن يقبل هذا الجواب من جهة صعوبته عليه، يعني لن يفهم الجواب، فيكون الجواب وجوده كعدمه، لن ينتفع به شيئا، لن يفهمه. مثل عامي صرف لا يفقه شيئا ثم يسأل عن بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، كيف بطلت؟ يسأل حنبليا مثلا، ويعرف المفتي أن هذا العامي لن يفهم الجواب، فحينئذ له ترك، له ترك الجواب عن هذا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث أخرجه الطبراني وغيره وإسناده صحيح. وذلك أن المفتي إذا سئل عن القدر فإنه قد يجيب وهو يعرف أن هذا السائل لن يحتمل عقله فهم الجواب، فحينئذ سوف يذهب عمله هدرا، وحينئذ يصرف السائل إلى ما ينفعه فيوجهه وينصحه ويترك الجواب. ومن هنا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأثر أخرجه البخاري رحمه الله. قال: وكذا إن كان مما لا ينفعه. هذه الصورة الثالثة من الصور التي يحل للمفتي ترك الجواب فيها، وهي
أن يكون الجواب من مما لا ينفع السائل. قال: كرجل يريد عدم تحريم زوجته فيفتيه بالتحريم. كرجل، أي كرجل طلق امرأته ثلاثا دفعة، ثم هو يريد، أي هذا الزوج المطلق يريد عدم تحريم زوجته، فيذهب إلى المفتي ليسأله، وهو يريد ألا تحرم عليه، ندم، فيفتيه بالتحريم، يعني فلو أفتاه بالتحريم فإن هذا الجواب لا ينفعه بل يضره، تحرم عليه، وحينئذ له أن يترك الجواب ويدله، وأن يدله على مفت آخر يرى أن طلاق الثلاث يقع واحدة، فإن هذا سائق، يجوز هذا. وقد سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سأله عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل حنث، يعني إن فعلت هذا الشيء حنثت، أي وقع الطلاق، أو حنثت في يمينك. فقال: إن أفتاني إنسان أن لا حنث علي. فقال الإمام أحمد: تعرف حلقة المدنيين، وهي حلقة بالرصافة، كانت بالرصافة في العراق. فقال السائل: إن أفتاني حل، يعني حل لي أن أخذ فتيا ولا أحنث في يميني؟ قال الإمام أحمد: نعم. وقول المصنف رحمه الله لا ينفع، هذه العبارة تصدق بشيئين. الأمر الأول أن تكون الفتوى لا تجلب له نفعا بل تجلب له ضرا، كما مثل المصنف رحمه الله في صورة من طلق ثلاثا دفعة، وحينئذ له ترك الجواب، لأن جواب المفتي، يعني يعلم المفتي أن جوابه هذا لن ينفع السائل، وهو إنما جاء نادما يريد شيئا، يريد مخرجا، فيدله على من يفتيه بعدم البينونة أو غيرها من الصور في المسائل الأخرى. لكن الحقيقة أن هذا الأمر ينبغي ضبطه بضوابط، أعني إحالة المفتي السائل إلى مفت آخر يفتيه بالجواز أو عدم الحنث أو غير ذلك مما هو أمر خفيف على السائل. الضابط الأول أن يعرف أو يغلب على ظنه، أن يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا السائل جاء مسترشدا لا متتبعا لرخص العلماء، فحينئذ له أن يحيله، لكن لا يكون ديدنا له، يعني ما يصح للمفتي دائما أنه كلما جاءه سائل أرشده إلى مفت يفتيه بالحل أو عدم الوجوب أو بمخرج له مما وقع فيه، لا يصير ديدنا له، وإلا لأدى إلى أن الناس يتتبعون الرخص وينكرون على العلماء الذين يفتونهم بالتحريم مثلا أو بشيء يشق عليهم، ويقولون: لماذا لا تحيلني على شخص لا يفتيني بالتحريم، فينكرون المعروف، فلا يكون ديناً له، إنما كما قلنا يفتي هذا من غلب على ظنه أنه جاء مسترشداً وأنه صاحب اتباع لا صاحب ابتداع وتتبع رخص. والضابط الثاني أن لا تكون هناك مفسدة
يعني في الإحالة، ألا يكون في إحالته على غيره مفسدة راجحة على مصلحة التخفيف على السائل، كأن يسأله عن حكم شرب النبي، فلا يصح أن يقول له أرأيت فلانا اذهب واسأله فإنه حنفي يرى جواز شرب النبي، ما يصح هذا لأنه يوقعه في مفسدة. وإن كان الحنفية رحمهم الله إنما جوزوا شرب القدر الذي لا يسكر، لكن قد يكون هذا بالنسبة للسائل ذريعة إلى شربه المسكر. إذن هذا المعنى الأول لقوله لا ينفعه، أي لا يجلب له نفعا بل يجلب له ضرا أو تشديدا عليه. والمعنى الثاني الذي تصدق به هذه العبارة هو ألا يكون في السؤال فائدة، لا يكون في سؤال السائل فائدة أصلا. فلما سئل الإمام أحمد مرة، سئل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله أحكمت العلم حتى تسأل عن مثل هذا؟ ينكر عليه لأنه يسأل عن شيء لا ينفع. وقوله أحكمت العلم يعني صرت حاكما على مسائل العلم فعرفتها كلها حتى تتفرغ لمثل هذا السؤال. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها أي الكفن خير؟ فقالت ويحك، أي كفن؟ يعني أي كفن تتكفن فيه؟ لماذا؟ لأن هذا شيء لا ينفعه، هو ميت، ماذا يستفيد إذا كان الكفن في نوع معين من الثياب؟ ويلحق بذلك مما لم يذكره المصنف يعني من الصور التي يجوز للمفتي فيها ترك الجواب، ما إذا غلب على ظن المفتي أن السائل إنما يريد التعنت أو يريد الفتنة أو يريد المغالبة. فحينئذ له ترك الجواب. ولهذا فإن الإمام الشعبي رحمه الله لما قال له رجل خبأت لك مسائل، يعني ادخرت لك أسئلة في أمور دقيقة صعبة، فقال الشعبي خبئها لإبليس فإذا لقيته فاسأله عنها. وروي مثل ذلك عن الحسن رحمه الله تعالى. والدليل على هذه الصورة، على جواز ترك المفتي الجواب في هذه الصورة، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، أو كما ورد. والحديث حسنه الحافظ بن حجر والسيوطي وغيرهما من المحدثين. والأغلوطات قيل المسائل الشديدة الصعبة، وقيل المسائل التي يغالط بها العلماء لكي يزلوا. وقد كان بعض السلف رحمهم الله يقول إذا أراد الله حرمان عبد بركة العلم ألقى في لسانه الأغلوطات، أو كما ورد. قال ولا يكبر المفتي خطه،
هذا شروع في مسألة جديدة. وهي أيضا أدب من آداب الفتوى. فقال: ولا يكبر المفتي خطه. ولا يكبر بالباء الموحدة، ولكن بعض الحنابلة يقولون صواب العبارة ولا يكثر بالثاء، ولا يكثر المفتي خطه، أي جوابه حين يكتبه بخطه في ورقة. ويبدو والله أعلم أن الثاني هو الصواب، لأن هذه العبارة ما ينقلها الحنابلة، المؤلف وغيره رحمهم الله ينقلونها عن ابن عقيل أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، أو ينقلونها عمن نقل عنه، وهي الظاهر أنها بالثاء بدليل السياق، سياق كلامه رحمه الله. وإن كان الحكم فيهما واحد، الإكثار وتكبير الخط الحكم واحد، وهو المنع من ذلك. قال: لأنه تصرف في ملك الغير بما لا فائدة فيه. المعنى أنه إذا جاء السائل بورقة، ورقة كبيرة كتب فيها سؤالا أو ألقى السؤال على الشيخ، فأخذ وطلب من المفتي أن يكتب له الجواب كتابة، يعني أن يجيبه كتابة لا مشافهة، فأخذ المفتي الورقة وصار يكبر الخط ويباعد بين الأسطر أو يكثر الجواب ويسترسل، مع أنه سأله عن شيء محدد. فحينئذ قالوا: لا يجوز، لأنه تصرف في ملك الغير بما لا فائدة فيه. هذا الورق لو اختصر المفتي الجواب أو لم يكبر خطه وقارب بين الأسطر، فإن المستفتي ينتفع ببقية الورقة، يقطع الورقة على الجواب الذي أجاب به المفتي ثم يستفيد من بقية الورقة، ينتفع بها، فهي مال ينتفع به، وهذا الورق لا يملكه المفتي. فلهذا قال: تصرف، لأنه تصرف في ملك الغير. ثم قال: بما لا فائدة فيه، يعني عبارة بما لا فائدة فيه يقول، يعني يفسرها بعضهم بأن المفتي ليس معلما. فرق بين المعلم والمفتي، المفتي يقول يحل كذا ويحرم كذا ويجيب جوابا مختصرا وليس معلما، وحينئذ إذا أطال في الجواب، وكذلك لو كبر الخط من باب أولى، فإنه يكون قد اشتغل بما لا فائدة فيه، لأنه ينقلب المفتي معلما، وهذه ليست وظيفته، وظيفته الفتوى. ولكل مقام مقال. لكن قال بعضهم: يجوز أن يسترسل في الجواب إذا رأى في ذلك نفعا للناس. وهذا القول وجيه، ويدل عليه صنيع العلماء، فلم يزالوا يفتون الناس بعبارات مسهبة فيها إطالة للفائدة، لكن هل كانوا يجيبون في أوراق غيرهم أو في أوراق أنفسهم؟ هذا موضع البحث حتى يستدل على الجواز. نعم، هناك صورة يحل فيها أن يطيل الجواب أو يكبر الخط أو يباعد بين الأسطر في ورقة يملكها المستفتي العامي، وهي ما إذا أذن له في ذلك بلسان حاله أو مقاله أو ما بما يعرفه عنه أنه يريد التوسع في الجواب، أو أنه لا يهمه لو ملأ الورق،
عنده مال أو عنده ورق كثير، يعني قامت القرائن الحالية أو المقالية على الإذن في التوسع في الجواب أو في تكبير الخط والمباعدة بين الكلمات أو بين الأسطر. قال: ولا يجوز إطلاق الفتية. هذا شروع في مسألة جديدة. ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك بالإجماع. لا يجوز للمفتي إذا سئل سؤالا وهذا السؤال تضمن لفظا مشتركا اشتراكا لفظيا، فلا يحل له أن يطلق الجواب بنعم أو بلا مثلا، أو بيحل أو لا يحل، أو نحو هذه العبارات، بحيث يكون الجواب مطلقا مع أن الحال يختلف لأن اللفظ لفظ مشترك. وقوله مشترك قوله اسم يريد به اللفظ سواء كان اسما أو فعلا، وقوله مشترك أي مشترك اشتراكا لفظيا، وهو أن يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة. بالإجماع هذا هو دليل المسألة على المنع، لأن في إطلاق الجواب من غير تفصيل أن فيه إيهاما وتلبيسا على السائل، والمقصود والغرض من الفتوى المقصود من الفتوى هو البيان لا التلبيس والإيهام. ثم مثل المصنف رحمه الله لهذه المسألة بمثال فقال: فلو سئل أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر، هذا السؤال هذا نص السؤال، أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر. اللفظ المشترك في هذا السؤال هو الكلمة الأخيرة كلمة الفجر، لأن الفجر يصدق على الفجر الصادق الفجر الثاني وعلى الفجر الكاذب وهو الفجر الأول. فلهذا قال المؤلف: فلا بد أن يقول، أي في الجواب، إن كان الفجر الأول فنعم، وإن كان الثاني فلا. يفصل ماذا تقصد بالفجر. إن كان الفجر الأول فنعم يجوز له الأكل لا زال الليل باقيا، وإن كان الفجر الثاني فقد طلع الفجر ابتدأ يوم جديد ابتدأ النهار، فحينئذ لا يحل له الصوم لا يجوز له الأكل، يجب عليه الصوم ولا يحل له الأكل. قال: ولا يجوز أن يقول نعم ولا لا، والله أعلم. لا يجوز أن يقول نعم هكذا بإطلاق ولا لا، لا يجوز له الأكل هكذا بإطلاق، لا يحل له هذا. ويلحق بهذه الصورة وهي صورة السؤال عن لفظ مشترك عن يلحق بصورة المسألة وهي السؤال بلفظ يتضمن اسما مشتركا، يلحق به كل سؤال يختلف الحكم فيه باختلاف الحال. يلحق به كل سؤال يحتاج جوابه إلى تفصيل، فحينئذ يجب عليه التفصيل. ومن أمثلة ذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه أرسل رجلا يسأل أبا يوسف صاحبه الإمام المشهور رحمه الله، أرسل رجلا يسأل أبا يوسف عمن دفع ثوبه إلى قصار
فقصره. القصار يعني هو الغسال الذي يغسل الثوب. فقصره وجحده، قصر الثوب لكن جحد الثوب. قال فقصره وجحده، هل له أجرة إن عاد وسلمه؟ يعني إذا عاد بعد هذا الجحد وأعطى صاحب الثوب ثوبه، فهل له أجرة التقصير؟ قال أبو حنيفة للرجل: إن قال لك نعم فقد أخطأ، وإن قال لا فقد أخطأ. فتفطن أبو يوسف رحمه الله لسؤال شيخه أبي حنيفة رحمه الله، فقال: إن كان قصره قبل جحوده فله الأجرة، وإن كان قصره بعد جحوده فلا أجرة له، لأنه إنما قصره لنفسه. هكذا أجاب بالتفصيل، وقد أحسن رحمه الله. قال: فصل. هذا شروع في مباحث جديدة، وهي آخر مبحث في الكتاب بعد أن فرغنا من مباحث التقليد. الآن سوف يشرع المصنف رحمه الله في مباحث الترجيح، وهي آخر مباحث الكتاب. فقال: فصل في الترجيح، وهو تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة بوجه من الوجوه الآتية. الترجيح عرفه المصنف، أي المسألة الأولى فيه هي في تعريفه. فقال: هو تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة بوجه من الوجوه الآتية. هذا تعريف المصنف رحمه الله للترجيح. قوله طرفي صوابها طريقي، يعني بياء قبل بعد الراء، بياء بعد الراء، وبقاف بدل الفاء. تقديم أحد طريقي الحكم، وهكذا يستقيم الكلام، لأن هذه العبارة هي عبارة الطوفي رحمه الله، ونقلها عنه من بعده، نقلها غير واحد من الحنابلة، ومنهم المصنف رحمه الله، إما أنه نقلها منه مع شيء من التغيير في التعريف، وإما أنه نقل التعريف ممن نقل عن الطوفي كابن اللحام رحمه الله. والمعنى أن للحكم طريقين، طريق يدل على الحل وطريق يدل على الحرمة مثلا، أو طريق يدل على الوجوب وطريق يدل على عدم الوجوب، فهما طريقان مختلفان، فيحتاج المجتهد إلى تقديم أحدهما، وهذا هو الترجيح، تقديم أحد طريقي الحكم، ترجيح أحد دليليه. قال: لاختصاصه، يعني سبب التقديم لأحد الدليلين على الآخر أنه يختص بقوة الدلالة بوجه من الوجوه الآتي ذكرها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. ولو أن المصنف رحمه الله حذف العبارة الأخيرة وهي كلمة الآتية لكان أحسن، لأنه حشو لا حاجة إليه، والتعاريف تصان عن الحشو، فإنه لو قال بوجه من الوجوه وسكت فإن التعريف ما يختل. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا، لو حذف عبارة لاختصاصه بقوة الدلالة لكان أحسن، حتى يكون التعريف
جامعا. وذلك أن التعريف كما سوف يأتي إن شاء الله، أن الترجيح عفوا أن الترجيح كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى قد يكون بسبب قوة الدلالة، قوة وجه الدلالة في أحد الدليلين المتعارضين، وقد لا يكون ذلك، قد يكون بسبب آخر، كأن يكون الترجيح من جهة السند، أو كأن يكون الترجيح بدليل خارجي. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الترجيح بقوة دلالة الدليل إنما هو نوع واحد من عدة أنواع من الترجيح، فلو حذفه ليعم التعريف لكان أحسن، والله أعلم. قال: وأما رجحان الدليل عبارة، كان ينبغي أن يأتي بالفاء في الجواب، وأما رجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أي من الدليل أقوى. هذا تعريف الرجحان. إذن التعريف الأول كان تعريفا للترجيح، وهذا الثاني تعريف للرجحان. قال: الرجحان عبارة عن كون الظن المستفاد منه أي من الدليل أقوى من الظن المستفاد من الدليل الثاني الذي عارضه. وعلى هذا فيكون الرجحان صفة للدليل، ويكون الترجيح عمل المجتهد. إذن عمل المجتهد يوصف بالترجيح، هذا التقديم وهذه التقوية لأحد الدليلين المتعارضين هو عمل المجتهد، فهذا هو الترجيح. وأما الرجحان فهو أن يكون الظن في الدليل في نفس الدليل، الظن فيه أقوى من الظن الحاصل من الدليل الثاني الذي عرضه. فالرجحان صفة للدليل، والترجيح عمل للمجتهد. وبقي أمر ثالث، بقي شيء ثالث وهو المرجح. فالمرجح هو وسيلة الترجيح. المرجح بكسر الجيم المشددة هو وسيلة الترجيح، الوسيلة التي اتبعها المجتهد في الترجيح، التي هي القاعدة الأصولية. والرجحان أثر للمرجح. الرجحان أثر يحصل من المرجح. وأما الترجيح فقلنا إنه عمل المجتهد، وهو الحكم الذي الفعل الذي عمله المجتهد في التعامل مع الأدلة، والحكم الذي توصل إليه بعد هذه العملية الاجتهادية. قال: وهذا الترجيح إلى آخره. هذا شروع في مسألة ثانية، يعني ما مضى هو تعريف الترجيح والرجحان، وهذه المسألة الثانية معقودة في أنه هل يجوز للمجتهد الترجيح بين الأدلة أو ليس له ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: وهذا الترجيح قال به الأكثر مطلقا. إذن هذا هو المذهب الأول، يجوز للمجتهد أن يرجح بين الأدلة بلا تقييد، يعني مهما حصل عنده التعارض ولم يمكن جمع ولا نسخ جاز له الترجيح. قال: وحكي عن الباقلاني شروع في المذهب الثاني. قال: وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة. هذا هو المذهب
الثاني في المسألة حكي بصيغة التمريض، وقد أحسن المصنف رحمه الله حين استعمل هذه العبارة، حكي عن أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى، الفقيه المالكي المشهور القاضي أبو بكر، حكي عنه أنه لا يجوز للمجتهد أن يرجح بين الأدلة. وقال بعض الأصوليين إن هذا لا يثبت عن الباقلاني، وأنه فتش في كتبه فلم يجد هذا القول، وإنما ألزم به بعض خصومه من المعتزلة في المناظرات. والمذاهب ما تؤخذ من الإلزامات. قال كالبينات، هذا دليله، هذا دليل أبي بكر الباقلاني فيما نقل عنه. دليل المذهب الثاني القائل بإنكار الترجيح بين الأدلة، استدلوا بقياس حيث قاسوا الأدلة الشرعية المتعارضة على البينات المتعارضة، قاسوا الأدلة الشرعية المتعارضة عند المجتهد على البينات المتعارضة عند الحاكم أي القاضي. ومعلوم أن الحاكم أي القاضي إذا تعارضت عنده البينات لا يرجح بينها، وإنما يسقطها كلها فلا يرجح. قال فكذلك يجب على المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ألا يرجح، إنما يلتمس طريقا آخر. قال المؤلف رحمه الله وليس بشيء، قوله وليس بشيء هذا جواب عن دليل المذهب الثاني، جواب عن الاستدلال بقياس مسألتنا وهي تعارض الأدلة على تعارض البينات عند القاضي. قال وليس بشيء، ومثل هذا الجواب ما ينفع القارئ، يعني هو يقول هذا القياس ضعيف ليس بشيء، ما يحتاج أن نقف عنده ونجيب. والأحسن أن يبان، أن يبين الجواب، أن يبين المصنف جوابه عن الأدلة وعن الشبه قوية أو ضعفت، فإن هذا أنفع للقارئ والله أعلم. وإنما ليس بشيء أي أن هذا القياس قياس ضعيف ليس بشيء لا يعتد به، لأنه يخالف النص والإجماع، والقياس إذا خالف النص والإجماع يكون فاسد الاعتبار كما مر معنا في مباحث القياس. أما مخالفة هذا القياس للنص فلقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. وهذا ضرب من الترجيح، الإمامة يتعارض فيها كثير، كل يريد أن يؤم الناس فلا بد من ترجيح، فيرجح الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة إلى آخر ما ورد في الحديث. وأيضا أنه ورد في شهداء أحد لما كثر القتلى في أحد، كثر القتل في المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، لكنه كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشار الصحابة رضوان الله عليهم إلى أحدهم قدمه في اللحد، فهذا ضرب من الترجيح. ورجح النبي صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين رضي الله عنه حين قال أقصرة الصلاة أم نسيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجح قوله على ظن نفسه أنه ما نسي، رجحه بشهادة أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ضرب من الترجيح. وأما مخالفة قياس أصحاب المذهب الثاني للإجماع فلأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،
رجحوا، كانوا يرجحون بين الأخبار وبين الأدلة، وأخبارهم في هذا كثيرة معلومة. ورجح من بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين والأئمة المتبوعين، ولم يزل الناس إلى عصر الباقلاني رحمه الله وبعد عصره إلى يومنا يرجحون بين الدليلين المتعارضين من غير نكير، فكان إجماعا سكوتيا متكررا، فيكون حجة من أقوى الحجج. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.